انا جاي اقول لك كل سنه وانت طيب وهابي بيرثدي. إيه انت مش عارف؟ لا امبارح كان اليوم العالمي للرجل. اليوم العالمي للايه؟ للرجل. للرجل؟ اه مش في اليوم العالمي للسيدات؟ اه ففي يوم بقى عملوه وهو اليوم العالمي للرجل. حقيقه اليوم ده كان يوم التلات 19، وهو اصلا يعني كان فكره دكتور اتاثر بوالده واختار اليوم ده يوم مولد بابا عشان يكرم فيه كل رجل عن دوره في الحياة الاجتماعية. يا سلام، هي فكرة لطيفة طبعا. وما بيقولش بقى قصة بقى ان هو بس الدور الاجتماعي، لا هو بيتكلم كمان عن مشاكل الرجل اللي بتواجهه في حياته. وكمان بيتكلم عن المشاكل بقى الجسدية والنفسية. هو ده عيد الرجل، لان أيوة. انا مش عيد الاب. لا لا لا، ده عيد الرجل. انا عارف ان في حاجه اسمها عيد الاب. أيوة. اعتقد في شهر 6 او حاجه كده. صحيح، بس دلوقتي ده عملوا عيد للرجل. حلو. والفكره ان احنا هنا بنتناول بقى حاجات المميزه والبارزه للرجل، زي ما قلت لحضرتك مثلا الازمات بقى العاطفيه، الموضوعات الاجتماعيه، الموضوعات الجسديه، كل القضايا بتاعت الرجل والصحه النفسيه بتاعته. ففكره كانت حلوه، بس للاسف انت بتحسس انه بنوع من الغيرة، لأنه ما فيش تغطية إعلامية كده زي ما بيحصل لليوم العالمي للسيدات. ولا لا ولا يعني أنت إيه رأيك في الفكرة؟ لا مش 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 متضامن قوي مع الفكرة. ليه؟ شفتي، مع إن أنا رجل. أه غريبة. مش كده عشان تعرف، عشان الراجل أخد حقوقه. صح، معاك حق. برافو عليكي. مع إن أنا أهو عشان تعرف إن أنا مناصر بس للمرأة ولقضايا المرأة. لما يتعمل يوم للمرأة طبيعي ومنطقي، وإحنا نشجع الفكرة ليه؟ لأن المرأة منقوصة الحريات. المرأة صحيح اكتسبت، انا بكلمها على مستوى العالم. على مستوى العالم طبعا، على مستوى العالم اكتسبت حقوق كتير واكتسبت خبرات كتير واكتسبت ارضية كبيرة، لكن لسه قدامها مشوار في كفاحها النضالي من اجل المساواة. فطبيعي ان يبقى في يوم للمرأة للمطالبة بالمزيد من الحرية والمطالبة بالمزيد من المساواة والمطالبة بالمزيد من الحقوق. لكن مش منطقي ان ده يبقى للرجل. لان الرجل متحقق ومتسيد منذ بدء الخليقة. وطول الوقت العالم متهم بأنه عالم ومجتمع ذكوري. صح؟ أكيد. فيوم للرجل عشان إيه بقى؟ هو بيقولوا أنه عشان يبرز دوره. لا، أنه هو له دور. ما هو مبروز بجد، ما يبرز فهو مبروز. هو في حد بيشكك في دور الرجل؟ أو في حد يعني، أنا بقول لك أهو رغم إن أنا رجل المفروض أفرح وأقول لك يا سلام لو بيبقى في ثلاث أيام للرجل كمان مش يوم. بس أنا بقول لك إنه الحقيقة ملوش منطق قوي، لأنه الرجل دوره بارز والرجل متسيد والعالم كله ذكوري، أبرز المناصب وأبرز الثروات وأبرز الكذا وأبرز القادة والقرارات في إيد الرجال، فبالتالي مش محتاج إنصاف. ده هو اللي محتاج إنه ينصف. ده واحد. اتنين، أنا بقى في الحتة دي في المظلومية دي حوديها لفكرة الأم والأب. بمعنى إن في عيد الأم. صحيح. ومشهور والعالم كله بيحتفل بيه والدنيا. صحيح. بتتقلب وعلى حق، محدش يقدر يتكلم ربع كلمة على دور الأم. بس الأب بقى هو دوره مهضوم. هنا بقى مش راجل، أنا بتكلم هنا على دور الأب. دور الأب شوية دوره مهضوم. يوم الأب أو عيد الأب ده محدش بيعبر باباه بهدية، محدش بيروح يجيب له ورده، محدش بيروح يقول له كل سنه وانت طيب يا بابا، محدش بيشوف التضحيات اللي بيعملها الاب، محدش. هنا بقى بعيدا عن الذكوريه. لا انت بتتكلم على الدور. هنا الام تستحق، بس كمان لا تنسوا ان الاب هو شريك الام في كل شيء، في التربيه والتضحيه والصرف والقيم والاخلاق وال 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 وال. فمحتاج برضو سن الدعم وتشجيع عيد الأب. بس انت مش مع الرجل. طب لا هي. الرجل له رب يحميه. طيب هاي والله موقف يعني نشيد به. اشكرك.